تعالوا مع بعض نشوف شويه رز بالكابوريا بجد يعني، ويمكن ده لاول مره. ممكن نعمل رز بالجمبري، رز بالسي فود، اما رز بالكابوريا ده اللي ما سمعناش عنه. الكابوريا هتكسر سناننا ويحصل مشاكل. تعالوا نشوف الشيف المغازي هيعمله ازاي. اول حاجه التتبيله بتاعه الكابوريا قبل ما احطها في النار، عشان عايز شويه شوربه حلوين الرز يشرب منهم. عندنا شويه هريسه اللي هي الفلفله الحلوه، بحط عليها كزبره ناشفه، بحط كمان شويه جنزبيل باودر. الله، رز بالجنزبيل كمان. ببني الهرم الغذائي، بحط بهارات من الملح والفلفل. اللهم صل على النبي. شويه ملح، شويه فلفل، حلو الكلام، شويه فلفله حلوه، وشويه كمون. دي بهارات كده لطيفه، طعم الكابوريا هنا هيظهر معانا. حلو الكلام. عندنا بعد كده شويه ثوم طازه مع شويه كزبره خضراء، الجو كده زي الفل. المعجون ده بعجينه كده اهو بالشكل ده كده، كزبره او كرفس بلدي اللي بيتباع عند بتاع الخضار، مع ثوم، مع كزبره ناشفه، مع شويه كمون، مع شويه فلفله حلوه، ملح وفلفل زي ما انا شغال كده، ومعلقه هريسه حمراء تدي فليفر حلو، بتدي طعم مميز جدا وبتعلي من التست. حلو قوي زي الفل كده يا عم الشيف. هناخد حبات الكابوريا بتاعتنا الحلوه دي كده، بنرفع كده الكفر ده كده، بنلاقي حاجات حلوه هنا، بطروخ، نلاقي ملحمه بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل الله يوفقك اهي، وهاخد من الخلطه دي احط هنا اهو، بص عليها كده اهو، حلو الكلام. اللهم صل على النبي. واقفلها نفس القصه تاني اهو، وانا مع حضراتكم واحده واحده. اشوف الكفر كده اهو بالشكل ده كده، واقفلها تاني اهو نفس الموضوع. اجي هنا كده بشيل الزعانف دي كده تحت مش عايزها، وارفعها من هنا كده اهو بالراحه عشان احافظ على الرجل، واخد من الخلطه دي هنا واحط هنا اهو، نفس القصه تاني اهو، واحده واحده. عندك بقى 20 حبايه كابوريا، 30 حبه انت وعدد افراد الاسره. الكيلو تقريبا بيعمل 5 حبات 6 حبات اذا كانت كابوريا مليانه، اذا كانت كابوريا فاضيه بيعمل 10 حبات اهو. طب نعرفها فاضيه ولا مليانه ازاي يا شيف؟ بنشوفها طبعا، بنمسكها على ايدينا كده وبنعرف الوزن بتاعها. نفس الموضوع هنا كده الخلطه دي واحطها هنا اخر واحده معلش ارفعها من هنا كده، اللهم صل على النبي، واحط كده زي الفل كده. بقى عندي شويه كابوريا حلوين زي الفل، عندي شويه خلطه باقيين هنا. ايه اللي بعمله يا عم الشيف؟ باخد من البصل الناعم ده كده شويه اهو، واقلبهم كده، واجي عند النار بتاعتي واشتغل شويه رز بالكابوريا مدرسه المغازي. هنبدا نحط هنا الماده الدهنيه، حطيناها شويه زيت، ممكن يكون زيت زيتون او اي نوع زيت مفيش اي مشكله، بلاش لا سمنه ولا زبده. ونمسك البصل ده نحمره بالخلطه اللي احنا شفناها من شويه، حلو الكلام، ونقلب كده. بصلايه حلوه فيها خليط من الكزبره اهو، شويه رز حلوين قوي اهو بالشكل ده كده. الكابوريا خدت طبعا الحشوه اللي احنا شفناها مع بعض، خدت الصدمه الناريه بشويه خلطه شفناها مع بعض، اصبح ان الكابوريا هنا في ارضيه الحله بتستوي، الرز هنا غطى عليها، هنا في بخار بيطلع، في توابل لطيفه جميله. هنبدا دلوقتي نتعامل معاها ونحط لها الميه بتاعتها. حلو الكلام واحنا شغالين السائل بتاعنا عشان نغطيها هو ده. هنحط ملح؟ لا. هنحط ماده دهنيه؟ لا خالص، زي ما احنا شغالين كده مع بعض الميه نازله على قطعه من الفلفل حاططها علشان ما يعملش حفره في قلب الرز شايفين الجو ده كده انا هتنى احط ميه لغايه لما المخرج يقول لي ارفع ايدك خلاص كفايه، بس ما تخليش احط الميه كلها الله يرضى عليك. لسه هو ده خلاص وهزها، انا ههزها كده بايدي بس مش هقلبها خالص زي ما هي كده، وهغطيها واسيبها على النار لمده 20 دقيقه. اغطيها ولا ما اغطيهاش؟ غطيها اهي، حلو الكلام. هسيبها كده على النار، اول ما تغلي ونشوف الكابوريا بدات ان هي تطلع لي رجولها فوق الرز كده، بهد النار، معناته ان الميه بتغلي والرز بيغلي، الكابوريا بدات تطلع على الوش، ده الطبيعي، تبين رجولها وتبين شقاوتها. هبدا ان انا اهد النار ويقول لك اتقل على الرز بالكابوريا لما يستوي. نشوف اخبار الرز مع الكابوريا، الكابوريا طلعت ولا لسه؟ ما
مطبخنا رايق ونضيف والدنيا زي الفل. اللهم صل على النبي. نبص عليه كده. يا ويلي. مهم جدا لما اجي اعمل رز بقشريات زي كابوريا زي جمبري زي استاكوزا ما يتقلبش كتير. تقلبه كده من تحت. الهزه دي مهمه جدا. هنا بقى من جور السعيد يسعد تاكل شويه الرز اللي بين الكابوريا وكفر الكابوريا وتدعي لي. بس خلاص واغطيه كده. اللهم صل على النبي. شايفين الكفر بتاع الكابوريا يتنافس مع لحم الكابوريا لاظهار قوته وطعمه وجماله. طيب لسه هغرفه في حله كبيره. حاضر. احنا يهمنا كابوريا. ايوه شايفين. الله الله. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي يا شيف. رز والكابوريا هنا بقى. هناكل الرز ولا ناكل الكابوريا؟ قول لي حابب ايه. اللهم صل على النبي. الكابوريا مش الرز يعني. انا بقى هاكل الرز اللي جوه حبايه الكابوريا ما اقولكش. بالشكل ده كده. نجيب طبق كده. اللهم صل على النبي. تلفيز مدور. موجود. الله. ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اوبا. هنا ايه رايك هنا؟ تعالى هنا. اللهم صل على النبي. حلو قوي. حاضر يا فندم. لازم نعمل كده. حلو قوي. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. رز بالكابوريا. وده لاول مره حصريا. كابوريا مع الرز. رجول الكابوريا ازازها اهو. الجو ده كده. قشريات حاجه لطيفه وجميله. ايه القصه وايه سر الاكله دي؟ ان انا ما غسلتش الكابوريا بعد ما فتحتها، استفدت باليود بتاعها وفي ليفر بتاعها عشان يتنقل للرز. ده اللي انا عايز اوصل له في الاخر. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل الملوخيه بالجمبري، ويا رب تعجبكم، ومع كمان صينيه الماكريل الجميله بالبطاطس في الفرن. او هتروحوا بعيد تابعوني. We'll be right back.